تطبقت في علم التحليل راح تبهر الآخرين بالأشياء اللي تجيبها. حيقول لك كيف عرفت؟ كيف حللت الموقف الفلاني؟ طب أنت كيف عرفت؟ هذه من ميزات التحليل الشخصية. قوة التحليل تصل إلى أنك تعرف شخصية اللي قدامك كأنه كتاب تفتش فيه. عارف إيش معنى كلام؟ كأنه كتاب، تعرف اللي زعله واللي يرضي واللي واللي واللي، هذا كل ما تعمقت في التحليل. وهذا اللي نهدف صراحة، انك انت لما تخرج الى الاعلام تكون انت فاهم الاشياء دي عشان ايش؟ عشان انت تبدا. طيب احنا لو ما نحرجكم كان بالي فكرة اني اشوف هذا منهم، هذا منهم متاخر يا ولد، حيل حيل عاد زاد بدا تدريبك اليوم، بس ايش بلاك الله حي. السلام عليكم. يا هلا، هو الشخصية ذا اللي يدخل عليك كذا؟ هذا حنحلله ذحين معك. يا حي حياك الله. طيبين؟ كيف حالك؟ طيب اخبارك؟ حي هلا هلا هلا. كيف الحال؟ كيف الحال؟ شغلون على الشاشة هنا عشان ما ادري ايش، عشان اني انا اقدر اروح اشرح من هنا. ما ادري ايش اللي صار. اي عشان اقدر اشرح. حبيب اي تي ما تقدرون تشغلون الشغل على الشاشة هنا؟ يلا شوفوا المشكلة وشو. طيب يا جماعة خليكم معي، ركزوا. شاعرنا كيف حالك؟ شلونك؟ طيب اخبارك؟ طيب حناخذ حنا اهم التصنيفات اللي هو الشخص البصري والشخص السمعي والحسي. انا اجزم اني قد مرت عليكم، لكن اليوم حناخذها بالتفصيل. كيف بالتفصيل؟ مشيته، صوته، نفسه، حركة عيونه، حناخذها لكم. هذه تفيدك واحد من الموجة. شباب معايا؟ شباب اي هذه حتفيدك في ايش؟ في تعاملك معي. انا حطرح فكرة بصرية، حطرح فكرة بصرية، كيف حوقف؟ كيف حيكون نظري؟ مستحيل نطرح فكرة خيالية ونظري كذا، ما حيكون لها قبول. صح، ما حيكون لها قبول. عجل شلون؟ أنا جايب فكرة بصرية أبا أفرح واحد، أجي أمسي زي كذا فلان في مفاجأة. غلط غلط، هذا شيء ما حيكون لها قبول عند الجمهور. فكل شيء له إيش؟ له تصريف معي. حنأخذها إن شاء الله بإذن الله. حنبدأ أول شيء اللي هو النمط إيش؟ البصري. انا طبعا عشان الوقت حنحاول ناخذها كذا سريع، واي شيء ما يضح له. الشخص البصري اول صفه من صفاته انه يتحدث بسرعه. كيف يتحدث بسرعه؟ ابو واحد يقول مثال. خلوايلي سولف تعرف كيف. يا مثال يا سلام. كذا سلام عليكم اخوك، والله الحمد لله. انا رجل ما انت ما تشكى. فلما يجي واحد من نمط الحسي يقول له يا اخي اركض، يا اخي انت بالي عراد، يا اخي اصبر، يا اخي خلينا نفهم يا اخي. هذا اقول له ايش اخرب دولي كلامه سريع. فلما انا اعرف انه هذه شخصيته انا ما الومه، بالعكس اتعايش معه. يعني مو عيب فيه؟ لا مو عيب، هذه شخصيته. طيب صوته عالي. كيف صوته عالي؟ محمد عثمان عليك عباكم تفهمونها. صوته عالي كيف؟ بعلي الصوت عبد الله. عادي عادي عادي، خذ راحتك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ اخباركم؟ بشرني عليكم ان شاء الله بخير. اخباركم؟ الحمد لله. هذا بصري اسمع محمد بالطريقه دي. الصوت عالي ما ينزل ويطلع، بعكس بعض الانماط حناخذها شويه ينزل ويطلع. لا هذا دائما صوت عالي. يعني مش انا، يعني مش انا، لا ما يعني شكرا. فدائما سؤال مهم اشرف حبيبي، المشاهدين لكم الان. احنا قلنا مثلا فلان وفلان بصريين من اول شخصيه، من اول صفه. طب اذا جت الصفه الثانيه ما هي فيك، هل انت مو بصري ولا شو السالفه؟ جاوب. انا حقول لكم هذه حناخذها من اول كتف في نهايه الدوره، لكن سعود قدمها. انا مهم بعد يقول لا يبدا سمتين ثلاثه بصري بعدين الرابع. لازم يكون فيك نمط ياخذ الاغلب عليك. مثلا اخذت 60% بصري، حتكون مثلا 20% سمعي 20% حسي. يا سلام، نسبه وتناسب. من النادر جدا يكون شخص بصري بحت. لانه هذا ما حيقدر يتعايش، حيتعب اذا كان بصري تحت او سمعي بحت او حسي بحت. طيب من صفات البصري ياخذ انفاس قصيره وسريعه. كيف؟ دائما صوته على المايك، صدره. يعني انا بعطيكم حاجه اشوف محمد عثمان، لاحظ صدره كذا من بعيد واضح. بعضهم ما تشوف له اصلا نفس ولا تشوف له احساس ولا كانه موجود اصلا. فالشخص البصري زي ما قلنا دائما نفسه ايش؟ سريع واضح. هذا انا الاشياء ليش اقول لكم يا جماعه؟ ابغاكم تفهمون بعض. ما عاد نبغى تتش، ما عاد نبغى نقاشات، راح تطلع حاجات احنا في غنى عنها، والله في غنى عنها، كلها باشياء بتكون بسيطه. لو مشغلين هذيك كان اريح لي عشان اقدر اروح واجي. طيب دائم الحركه، كيف هذا يا جماعه؟ اللي بيجيب هذا ما اعرف انه فاهم. الشخص البصري دائم الحركه.
يعني تلقاه يتمشى يلعب يده يشرح كثير. قل لي بسمك عشان اعلن. كيف يكلم جوال الشخص البصري؟ بيده يسولف حركة. الو السلام عليكم. هلا ومرحبا. يلا حية. مستحيل الشخص البصري مستحيل انه يتكلم موضوع وهو جالس. هذا والله وايد طول والله. لازم يقول لك سلام عليكم طيب يا فلان فلان قوم شيخ قوم تكفى. لازم كذا. لازم يتحرك. مستحيل انه تجبر انه يجلس. فلما انا اجي اجبر انه هو يجلس ترى هذا غلط. ما حيكون في نجاح في الموضوع اللي حقدمه. عندي كان عندي طالب من بلشته ارق يبن حلال اجلس ما اقدر اجلس. الحين وانت اشرح يوقف. فبعدين يوم عرفت الشخصيات عرفت ان هذا من صفات الشخص البصري يتميز بالنشاط والحيويه. يحب الحركه. دائما نشيط، دائما يعني اللوم احنا ترى الشخص البصري يحب الحركه والروح والجيه يداته وغايب. عشان اربطها لكم هذه معلومه ثانيه، دائما البصريين يكونون تعبيريين. حلو. غالبا نسبة يكون فيها تعبيرين. طيب يعطي اهتماما كبير للصور على المناظر والاحاسيس. فاذا انا ابى اجيب فكره خياليه اعرضها للجمهور اعرض صور تكون اوضح وتكون نسبه نجاحها اكبر. فانا لما ابى اخاطب الجمهور ونصيحه مني لكم تبى تقدمون شيء دائما خلي فيه نسبه وتناسب في الطرح. حط في العرض صوره. ممكن تحط صوره كذا واحد قال كذا خلاص توصل المفهوم. ما يحتاج اني انا اروح اشرح واكثر كلام وممكن الصوره ايش تعبر. فهو دائما يهتم بالصور والاحاسيس يهتم بالصور اكثر من الاحاسيس ولا ايش والشيء المسموع. طيب من صفاته كمان يتخذ قرارات على اساس الشيء اللي يشوفه. يعني تيجي تقول للشخص البصري ايش رايك بالموضوع فلاني يقول لك انا اشوف انه كذا. يتخيل والخيال هذا يصدر على طول ايش القرار. فقراره بناء على ايش؟ تخيلاته. ابى اثر على شخص بصري ايش اسوي له؟ خليه يشوف. تعال يا ابو فلان والله الطلعه كذا، والله يا فيها خروف مشوي، والله يا فيها مدفين، ولا مطاب. اعطيه صورة خياليه خليه يتخيل على طول. يقول لك طيب ابغى ابيع شغله شو يا سلام. انا ببيع المنتج ذا الواحد مثلا خيالي. انت تدري انه الايفون هذا قوه وضوحه الشيء يهم الصوره قوه وضوحه كذا تبرز الاشياء الخياليه. ايوه تبرز الاشياء الخياليه. حتى الشخص البصري خليني اعطيك اياها. تبى تجيب له هديه ايش تجيب له هديه؟ صوره. لا مو كذا بلغت. جيب له قلم حطه في كرتون قد كذا ينبسط. ايه يحب الاشياء الهدايا الكبيره. صح. يعني ما تجي البصري تجي تقول له تفضل هذه ورده يا منيف. ورده ايش بيقول منيف؟ وش ابغى بعد ما جبت هنا قال جايبين ذا شيء جايبين الهديه الغلط ايش اخلي اروح. فهمت قصدي؟ شيك صغير. ايه ايش في مبلغ فلوس ترضي الناس. هذا هو شوفه كبير. فانا اقول لكم هذه انت لما تستفيد منها تبغى تقدم شخص مصري هديه جيب له هديه تكون كبيره شوي. طيب حبيبي اشرف واعزائي اهلنا اقصد مو اعزائي المشاهدين اهلنا. فاصل بس نظبط الشاشات وراجعين لكم. يلا روح بنظبط بس نظبط كفيه الصفات كل دام يرفع اللمه.